تكريما للدولة المصرية والعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والهند، وتقديرا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقيادته الحكيمة التي حافظت على الأمن والاستقرار ومؤسسات الدولة في مصر عقب ما شهدته المنطقة من تطورات وأزمات متلاحقة. شاركت مصر في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، وهو اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور الهند عام 1950. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عبر عن الامتنان على دعوته لزيارة الهند وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متوجها سيادته بالتهنئة بمناسبة احتفالات الهند بيوم الجمهورية، ومعربا سيادته عن التقدير للدعوة التي تلقاها للمشاركة كضيف شرف خلال هذه الاحتفالات. كما شاركت كتيبة من القوات المسلحة المصرية في عروض احتفال الهند بيوم الجمهورية بالعاصمة نيودلهي بحضور السيد الرئيس. بما يعكس التقارب الكبير والتقدير المتبادل بين الدولتين الصديقين، خاصة في ظل متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والهند ومدى تميزها، مع الإعراب عن اهتمام مصر المتبادل بتطوير تلك العلاقات والارتقاء بها في كافة المجالات، واستمرار التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين واستكشاف أوجه التعاون بينهما. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بنيودلهي السيد جاكديب دهانكار نائب رئيس جمهورية الهند. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أعرب عن تقديره لزيارة نيودلهي وتطلع سيادته لأن تمثل هذه الزيارة خطوة إضافية على طريق تطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر والهند على مختلف الأصعدة. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد سومان سينها رئيس مجلس إدارة شركة رينيو باور الهندية العالمية للطاقة النظيفة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب الهندي نظرا للخبرة العريضة التي يتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يحظى قطاع الطاقة الخضراء بدعم غير مسبوق من الدولة كأحد أهم أولوياتها. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجموعة أداني العالمية جوتام أداني، الذي أكد على التطلع لتطوير التعاون مع مصر في ظل ما يلمسونه من إرادة قوية وقرار سياسي داعم على أعلى مستوى في مصر لدفع التنمية في ظل مناخ استثماري جاذب ومستقر